حتى مع كم الأسف يجب كتابة التاريخ. أنا السؤال اللي نقدر نستطرد به باش نرجع للأنشودة في الواقع ديالها الآن، هي تحدثت عن أرشيف الخزانة كما قلت كاين في الشبيبة والرياضة، ولكن مع كم الأسف البحث الأول اللي قمنا به على مستوى الهيئة يتضح على أن جزء كبير من ذاكرة الأنشودة الوطنية التربوية فقدت. أنا أتساءل معك، لا أردك إلى أنك كنت مسؤول من المسؤولين الكبار على مستوى الشباب والرياضة، وإنما ما لماذا داخل الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم وما يواكبها ما كاينش واحد الرصيد اللي هو مرصود واللي هو مروج على المستوى الوطني في المدارس وفي المخيمات ولكن بطريقة احترافية؟ لماذا بقي فقط موصول بواحد المجموعة ديال الإخوان وكأن داكشي غادي يولي إرث إلى ما تشي وحدين راه غادي يمشيو؟ فلك الكلمة في هذه العملية. أقول لك بصراحة الإرث ديال الشباب والرياضة ماشي غير، أنا أقول لك واحد القضية غريبة جدا. لما كنا في المعهد وكان جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله يعني اقترحوا علينا من القصر الملكي بتقديم مسرحية حول الصحراء المغربية، وكنت أنا ذاك أنا والأخ السوسي العلوي والأخ أدرز والأخ لا الأخ السوسي العلوي والأخ السمعلي سعيد أحمد الشاعر رحمه الله والصالح مصطفى، وقمنا بتأليف هينة والغول، وقد أتوا بالمخرج فريد منبارك، مخرج فريد منبارك هو مخرج معروف جدا، وكتبنا هذه المسرحية على الصحراء المغربية، يعني الهينة هي الصحراء والغول هو إسبانيا وابن عمها الذي سيحررها من الغول إلى غير ذلك. فكانت القصة جميلة جدا وقدمت في جولة داخل المغرب وقدمت كذلك أمام ولي العهد، وقد أعطيك صورة، عندي صورة الوحيدة اللي كاينة فيها السيد جلالة الملك محمد السادس وفي عمره 13 سنة يعني تيسلم عليها. فلما ذهبنا إلى فرقة المعمورة كنا نتدرب في مكان المعمورة فرأينا مذبحة من الإرث الثقافي المغربي، جميع المسرحيات والثقافة ديال ذاك المسرح المغربي كلها أحرقت أو لحوها في واحد الشالي تما، يبكي الإنسان لا شاف داكشي. فبالأحرى الأنشودة، فالأنشودة قلت لك لولا أن الأخ العلوي ونكت قلتها له هذه القضية لما كنا كنسجلوا هذيك الأناشيد ديال الوزارة، وقلت له راه كاين تما فحاول يجمع جزاه الله بخير، فجمع ما يزيد على 280 نشيد بالسولفاج، وربما كانت لي ذاك واحد اليد ديالك أنت والسي منتصر في هذه العملية ديال النوطة، وكان راجعها الاستاذ خشان اللي كان في القصر مراجعه ديالها، فهو حاول ياخذ نسخ من هذه ربما راه تيتوفر عليها، وقال لي بانه تيتوفر عليها، هذا راه مهم جدا، مهم ومهم جدا. غادي يكون عندنا اذا سمحتي غادي يكون عندنا لقاء مع السي العلوي العزيزي، هو حقيقه مختص في الموسيقى. دعنا نمر من التاريخ الى الواقع. الان الانشوده والشباب يتعاطون بكثير الانشوده، لا أقول شنو هي النصيحة ولكن أقول لك بعد أولا أشنو هي العطاءات ديالك. أنا كنعرف كاين عصفور سجين في قفص معروفة عند الشباب، اقرأ يا منصور، وكذلك أسدل الليل الغطاء متداولة بكثير في المخيمات الصيفية، وحوايج أخرى، عطش القنفذ، يعني كاينين أناشيد متعددة ديال الأستاذ. فما قولك على بعض الأناشيد اللي وضعتها، وكيف ترى على أنها خصها تبقى تروج إن شاء الله وتمشي في داخل أوساط للتعليم ولا المخيمات؟ أولا عندي واحد القناعة أنني لما أخذ ملحن ولا أكتب الكلمات، ولكن كنت أدفع بمجموعة من الشباب اللي كانوا عندي باش يكتبوا الأنشودة، منهم راه نقدر نقول لك بعض الأسماء اللي كتعرفهم اللي هما كانوا مهمين جدا، بحال مثلا الأخ أسامة بن عبد الله كان عندي متدرب فدفعته كتب لي جوج ديال الأناشيد، فريد المسناوي كان عندي كذلك في المدينة وكتب لي جوج ديال الأناشيد، محمد بابو
من مراكش ولا طيطيته وكتب لي اناشيد. محمد الادريسي هذا كان موظف ديالنا، تخرج كان في المحمديه وقيل رحمه الله، وبالنصر البعامي رحمه الله، حيث انه كتب لي جوج ديال الاناشيد وموشح. كذلك كنت كنتعامل مع شعراء يعني يكتبون للطفل متضلعين، مثل اسماعيل سعيد احمد المغربي، وعبد اللطيف اللعبي، واحمد السلوم العراقي، وحسن السوسي الليبي، وغيرهم من الكتاب والشعراء. فيعني لما كتكون الكلمه تربويه، وكنت اختار لماذا؟ لانه اعتبر ان الانشوده هي كمراحل النمو. فالطفل الصغير في الروض لما تقول اقرا يا منصور فيها كلمتين ولها معنى، بعكس ان عرب او اوراغ المصر هما اليافعين، لليافعين غير، او اسدنا الليل والغطاء مثلا للاطفال ديال 10 سنوات. يعني احاول ان انوع النشيد على مستوى الطبيعه، على اللغه، على القوميه العربيه، الى غير ذلك. فانا كنت دائما اختص بالشعراء، ولكن مع ذلك كنت ادفع بالشباب لكتابه. لماذا؟ لان احنا نريد الخلف، لا نريد هذا. نعم سيدي محمد، اظن باش نوعوا شويه، نعطيو بعض النماذج من الغناء او من الانشودات ديالك ونسمعوهم. ومن غريب الصدف، لا اقول انه صدفه جميله جدا، فهي صدفه فعلا اكثر من جميله، اننا في الزياره ديالنا للسي محمد فتال صدفنا الاخ والزميل ديالنا سي جمال الناصري، وهو فعلا انت هو موظف الشباب والرياضة قديم، و قال لي بالصدفة على انه يعزف الأورغ. قلت له دي واش انت كتعزف الأورغ ولا هذا؟ قال لي والله انا كنعزف الأورغ. قلت له كيفاش؟ واش فوجدت انه انسان عصامي، تعلم الموسيقى عن طريق الانشودة، فدعوناه للمشاركة في هذه الحصة الخاصة بسي محمد فتال، وأترك له الكلمة ليعرفنا أولا بنفسه، ثانيا ليقول لنا العلاقة ديالو بالأنشودة والعزف اللي ولا كيعزف على الأورغ عن طريق هذه العملية، ودي مهمة محفزة للشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر جزيل الشكر للأستاذ دنيا على المجهود اللي كيبذلو لإخراج الهيئة الوطنية للأنشودة إلى حيز الوجود. وكانت لي فرصة ومناسبة للتعرف على الخطوات وعلى المراحل التي كان يكابدها من أجل إخراج هذا المولود إلى الوجود. والحمد لله بفضل الله، ملي كتكون النوايا طيبة والنوايا سليمة، شاء القدر أن تؤسس هذه الهيئة اللي كتضم واحد الكنز. كنقول انا كنز لانه موروث، هذا موروث ثقافي خاص بالناس الانشوده والمبدعين الانشوده. وذاك الجمع تشرفت اننا نحضر ليه، كانوا فيه مؤلفين كلمات، كانوا فيه الكتاب، كانوا فيه الملحنين، وكانوا فيه حتى هواة الانشوده. يعني لم يقصي الاستاذ دنيا، لم يقصي في هذا الجمع اي طرف له علاقة بالأنشوده. يعني كان هناك المؤلف، وكان الملحن، وكان الملقي للأنشوده، وكان المتلقي للأنشوده، وكان المتعاطف مع الأنشوده. وهذا شيء جميل، لأن هاد الناس كلهم هم اللي يمكنونا من نقل ديال الأنشوده إلى الأجيال اللاحقة. لأن اليوم فعلا الأنشوده هي عندها واحد الأزمة ديال موروث منقول، بقى شفوي. كيف تكلم الأستاذ فتال أن شاف المحرقة ديال الموروث الثقافي المسرحي والفني، فنخشى يوما ما ألا نجدها بعد الوجوه التي تناضل من أجل الأنشودة. وغادرنا إلى دار البقاء الله يرحمه السي بوعامي مؤخرا، ومجموعة من الإخوان اللي هما مهتمين بالأنشودة، فكانت بحال واحد ناقوس الخطر اللي كيرن. استجبت الهيئة في الوقت والزمان والمكان المناسب باش تنقد ما امكن انقاذه. والحمد لله هذه الجوله اللي تلمس من خلال الحوارات ديال السيدينيا انه يجول ويطوف عبر الربوع المملكه تنقيبا عن رواد الانشوده، وتنقيبا عن مؤلفي الانشوده، وتنقيبا عن الاصوات الجميله التي تؤدي الانشوده وهواتها. شكرا سي. فانا من ضمن الهوات
جمال الناصري موظف شباب والرياضه، كنت تخصص رياضه حقيقه، كان شاءت الاقدار ان اكون شباب ثم حمايه الطفوله ثم شباب. اشتغلت في دار الشباب بمسيك كمدير، الحي المحمدي كمدير، دار الشباب درب غلف. ولكن ما استهواني من غير حمايه الطفوله والتخصصات في مجال الطفوله هو حينما تواجدي في المخيمات او في التداريب بالضروره تلك الاصوات الجميله للمؤطرين وهم يلقون علينا اناشيد الصباح او اناشيد المساء، فكنت اقوم بحفظ الاناشيد واتمنى ان اعزف سواء على الايقاع او على اي اله من الالات. فطبيعة الحال مكنتنا هذه الاناشيد هذه انها تهذب السلوك الروحي ديالنا، لان ما احوجنا الى التهذيب السلوك الروحي. ان الطفوله اليوم محتاجه ما هو لغوي، ما هو موسيقي، ما هو لحن جميل، لان تعقدات الحياه والاكراهات ديالها ما كاينش عندنا غير النواهي والاوامر، بل يجب تهذيب النفس الانسانيه عن طريق الانشوده، هي اللي كتوصل مباشره، هي اللي تحبب الى الطفل الحياه. فبالتالي حاولت ما امكن من خلال ترضيدي لتلك الاناشيد ان نحاول نعزف على واحد الاله ديال الاورغ ونحاول نجسد عليها مجموعه من الاناشيد. وبالصدفه اليوم تلاقيت بالاستاذ فتال هنا، صدفه جميله، ولقيت معاه الاله، فحاولت بدون تمرين اننا نعزف بعض الاناشيد اللي هي اصبح يطالها النسيان، وهي اناشيد جميله يجب نقلها الى العموم. فاتمنى من كل قلبي التوفيق والنجاح لهذه البادره التي تشرف عليها الاستاذ دنيا وكافه اعضاء الهيئه الانشوده. شكرا. شكرا لك. وسنستمع الى مجموعه من الاناشيد ديال الاستاذ فتال مع سي جمال ان شاء الله، باش نحاولوا ننقلوا هذا المولود هذا. أرسم بابا أرسم ماما بالألوان، أرسم عالمي فوق القمم أنا فنان. أرسم بابا أرسم ماما بالألوان، أرسم عالمي فوق القمم أنا فنان. أرسم بابا أرسم ماما، أرسم بابا أرسم ماما بالألوان. أنا صياد اللون الساحر، أرض بلادي كنز مناظر. أنا صياد الكون الساحر، أرض بلادي كنز مناظر. دعني أرسم ضوء النجم، دعني أرسم لوم الكرم، أكتب شعرا بالألوان. أحيا حرا أنا فنان، أكتب شعرا بالألوان. أحيا حرا أنا فنان. أسدل الليل الغطاء، أسدل الليل الغطاء، أسدل الليل الغطاء، أسدل الليل الغطاء. ونجوم تبدد الغيوم، ونجوم تبدد الغيوم، تعلن حلول المساء، تعلن حلول المساء، تعلن حلول المساء، تعلن حلول المساء.